اكيد التقنيات اللي كل يوم فيها جديد ديت الغرض منها هو ان كل سيدة او حتى رجل يبقى محتفظ بشبابه على طول، مهما كبرنا نفضل محتفظين بصورتنا اللي هي البشرة الناعمة، البشرة الصافية، البشرة المشدودة لفوق اللي ما فيهاش تجاعيد، اللي فيها فوليوم كده بالظبط اللي الناس تبص علينا تديها اشراقة، تدي نضارة. طيب ايه هي التقنيات اللي كل يوم فيها جديد وبتخلينا نحافظ على بشرتنا سليمة صحية نضرة؟ اول حاجة لما بتبدأ تظهر معانا مع السن بيبدأ حركة العضلات بتاعت مع ستريس الحياة، طبعا كلنا بتبدأ انها ستريس بنكشر على طول، نرفز على طول، فتبدأ عضلاتنا دايما في الانقباض، فتبدأ تظهر الخطوط الحركية اللي بتظهر في الجبهة حوالين العين اللي بين الحاجب، ودي اول مرحله بتظهر عندنا كلنا. ممكن تجيلي بنت لسه صغيره حتى ما اتجوزتش في اول العشرينات في نص العشرينات تلاقي ال 111 محفوره بين الحاجبين، ومديه ايحاء ان هي على طول عصبيه او ان هي على طول كشريه مكشره مهما تبقى. فهي تقول لي انا بروح وابقى مبسوطه يقولوا لي انت بتكشري في وشنا كده ليه، فطبعا بتبقى حاجه محرجه لصاحبتها. فدي حلها بسيط جدا يعني بالظبط في 3 دقايق ويمكن اقل بتخلص المشكله، بتتحقن بوتوكس. ايه هو البوتوكس اللي كل الناس بتسمعه؟ البوتوكس دوت عباره عن بتيولازم توكسين، عباره عن ماده بتتحقن في عضلات مش في جلد مش في انسجه. بتعمل ايه في العضله؟ ان هي بيبدا بعد 3 ايام او 4 ايام من حقنها بتبدا تعمل ارتخاء للعضله، فالعضله يحصل لها انبساط فتفك، فالتجاعيد اللي فوق في الجلد دي تبدا تتفرد، فجبهتها تتشد، حوالين عينها يتفرد، الخطوط اللي بتبقى حوالين الفم مع الناس المدخنين تتفرد، التكشيره بتروح. احنا معانا صور بتبين شكل العضله التشريحي وبتبين ازاي الاماكن اللي احنا بنحقن فيها. احنا عايزين نشوف الصور يا جماعه. والفرق قبل وبعد. في شويه تعليمات دايما بنقولها للسيده او الرجل اللي بيقدم على حقن البوتوكس، بنقول له ما يوطيش لمده من 4 ل6 ساعات، وبيعمل التعبيرات ديت بيكشر بيضحك بيرفع حجمه لمده 3 ساعات عشان نضمن توزيع البوتوكس بانتظام في العضله. ده بعد حقن البوتوكس على طول؟ بالظبط. طريقته سهله يا دكتور جدا، ما بياخدش وقت زي سن الانسولين، رفيع جدا. الحقن بيتم تحت تخدير موضعي ببنج موضعي كريم، فبالتالي السيده او الرجل ما بيكونوش حاسين بوجع نهائي. السيده بتقول لي اقدر امارس حياتي، بقول لها لو عندك مناسبه بعدها بساعه روحي. والله مفيش اي مشكله، ميك اب عادي وكده، وتحطي ميك اب بتاعها وتروح مناسبتها وتروح شغلها، واي مفيش اي عائق يمنعها، تقول لي استعمل كريمات اليوميه، تستعملها، تاخد شاور عادي، تغسل وشها عادي جدا. النتيجه بتاعته بتبان بعد يعني بنقول من 7 ايام ل 10 ايام بتبقى النتيجه. بنقول دايما في جلسه رتوش عشان لو في حاجه عايزه تتظبط بنظبطها بعد 10 ايام.